أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أيضا فضيلة الشيخ: إذا طلبت من صاحب محل سلعة ولم تكن عنده، لكنه ذهب في الحال وأحضرها من محل مجاور وزاد علي في ثمنها التي تباع بها بدون إعلامي بذلك، هل يحل ذلك؟ لا يحل له أن يزيد في الثمن على الواقع في السوق، ومع أنه يجحد عليك هذا الشيء ويغشك بأن هذه قيمتها وهي ليست كذلك، من غشنا فليس منا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فمعاملات المسلمين على الوضوح وعلى النصيحة وعدم الغش. ثم أيضا احذر من أن تشتري سلعة ليست في ملك البائع، يذهب ثم يشتريها، تعقد معه البيع على سلعة ثم يذهب ويشتريها لك، هذا لا يجوز. جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع ليس عندي ثم أمضي فأشتريه من السوق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم.